قوم اسم ديالك؟ رضا عيسوب. كان يوم كان في قديم الزمان كان صياد يصيد كل يوم 4 مرات. في المرة الأولى صيد حمارا ميتا، وفي المرة الثانية صيد كلبا ميتا. شنو صيد؟ شنو صيد؟ حيوانا، صيد حيوانا. كلبا. نعم. وفي المرة الثالثة صيد فحالب وعليق، وفي المرة الرابعة صيد قمقما، وفي المرة الخامسة صيد عفريتا. فكان في القمقم عفريتا، فذهب الصياد إلى الأرض فافتح القمقم فخرج دخانا فخرج دخان وتحول إلى جن، والجن أراد أن يقتل الصياد. أراد أن يقتل الصياد عودة. العفريت قال له لا إله إلا الله يا نبي الله سليمان عليه السلام. فقال الصياد أنا لست سليمان عليه السلام. فقال له العفريت لن أقتلك. فقال له الصياد أنا لست سليمان. فقال له العفريت سأقتلك الآن في هذه الساعة. فقال الصياد لماذا ستقتلني؟ فقال له العفريت سأقتلك وسأأكلك. فقال العفريت كيف كنت في هذا القمقم؟ قال الصياد ادخل وسأرى كيف دخلت. ودخل العفريت فأغلق القمقم. الصياد القمقم ورماه في البحر.